يشوفون نفسيه اللاعب. يعني جميع اللاعبين بنادي الشرطه حاليين او السنه السابقه يعني كلهم جو نظيف، قلوبهم نظيفه، الروح وحده، هذا سبب نجاح الفريق من الكادر واللاعبين والاداره، الكادر الطبي وجميع العاملين بنادي الشرطه، من قلب صافي وقلوب نظيفه ومركب واحد احنا نمشي به. يعني اذا تعثر الفريق ما يقولون فلان تعثر، لا الفريق تعثر. ممتاز. يعني هذا سر نجاح الفريق، يعني الحمد لله والشكر. يعني انا اليوم من اشوف المواسي قبل او اسو، اذا ما افرح لهم وكيف لهم يعني يوز باشر عقبة من راح العب انا مكانهم ما راح اتوفق. اليوم من نمير يلعب زيرو داعم له، من مجيد يلعب ودريسه رزاق وغيره داعم له، وشوف الفريق بالجول المصطبه كلها تقوم تهوس. معناها شنو هاي الروح الوحده بالفريق والتكاتف، التكاتف بين اللاعبين والاداره والمدربين والكل العاملين في نادي الشرطه. الحمد لله والشكر، نبقى على هذا النهج وان شاء الله نحقق بطولات. كم موسم